هل تسن الاستعاذة من القمر؟ وليست استعاذة من القمر نفسه، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة ونظر إلى القمر وقال: يا عائشة، تعوذي بالله من شر الغاسق إذا وقب، فإن هذا الغاسق إذا وقب. والتحرير مفاده أن الذي يستعاذ منه الليل وما فيه من الشرور. القمر علامة على دخول الليل، القمر علامة على دخول الليل. نحن في قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل. والنبي قال لعائشة: هذا الغاسق إذا وقب هو علامة على دخول الليل، علامة على دخول الليل، وإلا فالقمر فيه منافع، القمر فيه منافع كثيرة، لكن الكلام مبني على الليل. الحشرات تنتشر في الليل، اللصوص ينتشرون في الليل، العسس العسكر ينتشرون في الليل، الحياة تخرج في الليل. نعم.